بناي خوي جورو مهربان آياتي نويك تفسير سورتي مريم باسك إن شاء الله خوي جورو أفرمي أن دعوا للرحمن ولدا أي باشا أو عن دعايان كرد بلاويان كرد و پروردگاري مهربان منالي بخوي قرار داوا بزان چون جوابياتو پروردگار وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا بيگومان منال هیچ سودی به پروردگار نگینه چکه بو خوای گوره خوانی همو کونه خوانی همو زویه خوانی همو آسمانه کانه دوای دیل آیته کانی دواتره این کلو من فی السماوات والارض بگمان همو آسمانه کانو زوی الا آت الرحمن عبدا هر همو یام چیه ملکه سو جرباری پروردگار دی من خوای گوره منالی بو چیه بگمان قصه چی نابجه لقد احصاهم وعدهم عدا بيغمان إما أو قسانيك أوان كردوانا هموي أجميرين لسريان هموي عن حسابكين هموي نسين ببيوي لبير ما مشيتوا تمانيان أجميرين بشركو دقو ساعات ومانغو روش حتى قرنوا لاي إما وكم وكلهم آتيهم يوم القيامة فردا هر هموي عن بيكو تاك بتاك ديانا وبو محاسبة لجدسي إما بزانم بوشي وانوت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بيقمان أوانيك إيمانيان هنا بدل وهروها عمليان كربا كردار يعني برهمي أويك لدل يعني أبو كرديان بعمل تي عملي تي عملي صالح كإسفاديها بي بوي أقر قصد كربا إسفادي تيابي أقر عملت كربا إسفادي خلشي تيابيت بس سودي تيابي لبرجون دي خلشي بيت وهروها لقل ديني پروردگار بيتوا خواهی گوره انجامك يغل افرمه چی سيجعلو لهم الرحمن ودا بيگومان اما ايخين برشا بولي رحمتي خومان ايخين بهشتي برينوا فإنما يسرناه بلسانك بيگومان اما ام قرآن من احسان کردوه لسر زمانت بودوشت لتبشر به متقين بو اوي اواني که متقين اواني که خوب عريزن اواني دسيان بديني پروردگاريو گرتوا مجدان پی بي و هر وها اواني شي که پشتیان لبرنامه پروردگار کردوا جوه با قصه پیغمبر نادن علیه صلاة و سلام او چیا او عبید انزاریم کری لتون زیر به قوما لدع وکم اهلکنا قبلهم من قرنی جا اوانیشی دوائی بو من تفسیره که اوانیشی که ببرابون اوانی که سرکشبون وکم اهلکنا قبلهم بیگو من چند گلو حوز مالناو برد پیش اوان من قرنی هل تحسن منهم من أحد آياتو هزبا كسيانا كيت يشي جان مابي أو تسمع لهم ركزا يعني جود لا كسيان هيك كتشركيك سركيك جولي جان لبيت بيقومان نخير أما كوتا آياتي سورة مريم بو والله أعلم پروردگار شارز داترا طبعا من زور بسادي تفسيري كم خوة قربتوه تفسیری هر آیاتی بکی بیگمان چند ساعت و چند روزی که بوی تفسیری بکی بو هوایی که سوتان ورگرد بی